زعل ان انت تعادلت مع نادي مصر وفقدت نقطتين. لكن الاسبوع ده والعشر ايام اللي فاتوا اعتقد ان الروح رجع هترجع تاني والناس دي هتخش. بس هل انت واثق ان الناس اللي هتخش جديد دي مش جديد يعني اللي كانوا موقوفين او خافوا ان يلعب؟ عندك شيكابالا وعندك عبغاني وعندك محمود علاء وعندك فرجاني وعندك طارق حامد، نص فرقه كل ده هيخش طبعا. فده هيعمل هيرفع مستوى الاداء. زائد ان لعيبه الزمالك، وانا يمكن كنت قريب منهم زي ما حضرتك بتقول صاحب اللعيبه، ان صعب، مش مفيش حاجه في الكوره صعب، بس ان هو حتى يحس بانسانيته في الملاعب ما يخسرش ماتشين من الاهلي في وقت ضيق، وكل ده وارد ان تخسر او تكسب. لكن اقول هم احساسهم، او عشان كده بتكلم على الشوط الثاني مهيب. كان في الشوط اتفضل كان في تعليق من احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك، واتكلم بطريقه جميله جدا وقال ان الزمالك ظلم، وانا والمفروض ان الاهلي يقف جنبنا. يعني حتى كان معايا المهندس عادل القيعي، كان قبل ما يشوف التقرير كان بيتكلم هندعي نادي الزمالك. بعد ما شاف التقرير وشاف، انت عارف لما حد بيتكلم بملامحه الموضوع بيختلف. البادي لانج طبعا بتفرق كتير بس جدا. بس استاذ عدلي كان اتكلم على الزمالك في موقفه في المباراه اللي فاتت، هو مش طرف فيها، لكن النهارده كلامه وكلام احمد اعتقد الامور يعني بقت له، حتى قال لك ده زي ابني او اخويا انا سمعت. وانا معاك في ان احنا لازم نقرب بالظبط المسافه دي. يعني انا اتمنى من الله، كان هو الراجل بعد ما خلص وشاف التقرير طلب يعمل مداخله وقال لك احمد زي ابني واخويا الصغير، وبنتمنى التوفيق للزمالك حتى مع ان على فكره عايز اقول لك حاجه، الزمالك والاهلي ما هم نافسين في افريقيا. احنا ليه ما بنتكلمش على الحته دي او الجزئيه دي، ان نادي الزمالك ونادي الاهلي متنافسين في دوري ابطال افريقيا؟ يعني ممكن الزمالك يصعد في مجموعته يتقابله. والاهلي يصعد في مجموعته ويتقابلوا. صح. هي ايه بقى يقول لك اصل انت نادي مصري وانا نادي مصري خلاص مش هنقرب من هيلعبوا بعض. مهيب اللغه دي مش بتاعت الرياضيين. سوشيال ميديا بقى مش عارف حد يتكلم واحد يقول حاجه، لكن الصح زي زمان لما الاهلي كان بيلعب في النهائي كان في مثلا مدير فني وبعض اللعيبه يروحوا التمرين الاخيره. احنا نلعب في النهائي كان ناس تيجي تسلم علينا او تقف او مؤازره. اتمنى ترجع تاني. اتمنى نتمنى والله يا كابتن صلاح هترجع باذن الموضوع الله. يعني موضوع الاهلي والزمالك جماهيريه كبيره جدا، هي منافسه شريفه يعني محتاجه الهدوء ومحتاجه الناس اللي هي صاحبه العقل الكبير اللي هي ما تنفخش هنا شويه وهنا شويه. مين اللي بينفخ؟ مين اللي بيولع الشعليل؟ مش الناس الكبيره الحكماء، الناس اللي بتكتب. ايوه ما احنا انتوا هم بيقولوا ايه الاعلام، ما احنا الاعلام ما احنا بنهدي اهو. لا مش يعني ادينا اهو بنتمنى يا رب يعني العلاقه تبقى كويسه جدا جدا ما بين الاهلي والزمالك. صدقني يا كويس، وان المنافسه طول عمرها موجوده. يعني المنافسه ما بين الاهلي والزمالك هي دي حلاوه كره القدم، يعني دي ده جمال كره القدم. احنا كنا سبعه في مدرسه داخلي بنبات اسبوعيه مع بعض، واللي يكسب او يخسر نرجع بالليل نتعشى وننام مع بعض. مين انت ومين؟ انا مع كل الكباتن طبعا، محترم خطيب، مصطفى يونس، اكرامي، خواجه، فاروق جعفر، زيزو، مش عايز انسى حد. نجوم كلها يعني انت بتتكلم على نجوم. نروح نقعد عند غانم بالليل في المحل ناكل ونشرب ونروح بعد كده. طيب هنتكلم